عارف الله يرضى عليك، انت بدك تضل بهيم يعني؟ مو قلت لك هي الطواي اللي لحدا يدقرها؟ لا خي صرعتني انت وهالطواي، اعطيك حقها يعني؟ خا انت كفو تعطيني حق الطواي؟ تعرف انه هالطواي في عليها قضايا ومحاكم؟ قضايا ومحاكم؟ ايش كمشوها بغرفة النوم نايمة مع سطل يعني؟ ايش هالمنطق هاد؟ لا كمشوها بتعمل انقلاب بمطبخ سياسي. هاي الطواي اللي خلتني ارفع قضية على برندان دي جرين. منو هذا خيو؟ برندان دي جرين صاحب لعبة الببجي. وانت ايش لك علاقة بالببجي؟ يا ابن الحلال وقت نزلت لعبة الببجي وطرشت بكل البلد قلت لحالي ده افهم شو لك واحد لاقي له تنسيرة مورا هالقصة. ايه؟ قلت اشوف الشباب مخه وين عم بسرد. انا بعرف لعبة ولادات. لو جيتك بتفرج عند واحد على اللعبة ولا طلعت لعبة مراجل يا خاي؟ قلت له كرمال محمد نزل لي حساب. خيو هو نزل لي حساب التفت هيك ولا لاقي حالي الطيارة. نعم قلنا السلام عليكم ما حدا رد. قلنا لهم كني اكو عرب الطيارة كمان ما حدا رد. وانا دمي حامي بدي انزل اقتل تعرف انت. وقفت عند باب الطيارة والتفت عليهم قلت لهم اكو مراجل ما حدا رد. قلت لهم انا المراجل انا الف ابا شعبان وشلفت حالي يا معلم. وحش الك معلم على الطريق اضرب عينيك لتحت. نعم تحتي بحر ايش بدي اسوي وانا بالباراشوت معلم. بعرفك لكن ما شاء الله حولك. يمين يسار هيك 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 ما لاقي حالي غير هديت على سطوح بيت. وانا اخذ معي شنطايتي وين ما بروح اخذ معي الزواده تبعيتي. فتحت الشنطاي معلم اخذ فيها هي الطواي واخذ معي شاياتي قهواتي بناتي متاتي. سحبت الطواي اسمع لك صوت يا معلم جيجي. ضربت عيني هيك ولا لا يقن على السطوح شوف ربك. رحت على القن رفعت الدجاجة تحت بيطين جبتن انا عباليين الريحة طرشت بالموضة اجباري والكمبرجية كله متخبي معلم. لما شموا الريحة اجوا لعندي ضربت عيني هيك لبعيد يا معلم. ايش قلت لحوالي اكل اثنين بكفي مية خلي يجي ياكلوا معي وين المشكلة صحتين والف هنا. ما شاء الله عليك كريم لعيونك معلم. هن عم يقربوا كل ما يقربوا لعندي اشوف بعيونهم شرار. نعم هدول معناتها شو؟ هدول الجوع وانا الكافر. وقفت يا معلم وبيدي الطواي وفيها البيضتين شلفت لك يعني هيك لفوق والكل صار يطلع بالبيض ومسكت الطواي وعلى دحي. هون بوجعك هون ما بوجعك وعم بشطح بالعباد بالاراضي. بسطون سيارة سكانيا وعم بضرب معلم. وحش فجأة ستوب بطلع هيك ولا على الشاشة مين جرين صاحب اللعبة ومسك لي ايدي يا معلم. قال لي ايش بخوي يا بشعبان بعرفك مراجل انت. قلت له ايش عم صير؟ قال لي ضايع شوي شلون كنت عم تقتل بالطواي؟ ما فهمت اول شيء وديتك بحركه معلم تقول راسه اتحكم عم بلعب بالطواي وانا عم بطل. قال لي فجاه يا معلم فصلت اللعبه. نعم بدنا نرجع نعيد من الاول ونطلع مصيبه. قلنا لحالنا يلا معلم ونعادت اللعبه ونزل طوايتي بايدي اضرب عيني هيك ولا كل العباد شايلين طوايات. ما بنظرك يا ابا عارف مو عيب عليه قلة اصل من عيشة مني الطواي؟ يا سيدي حقك تتضايق. بصراحة انا هذا الموضوع انفتح قدامي اكثر من مرتين وكنت احكي لك بس قلت عشان ما تتضايق. وين انفتح قدامك اكثر من مرتين؟ لك ما هذا صاحبك جرين ولو مو كان يجي لعندي على المكتب. مكتب؟ لك ايه جدي مكتبي مكتب تطوير الالعاب الالكترونية. ليش ما بتعرف انا كنت دكتور في جامعة حلب بعلم الرياضيات؟ انت كنت دكتور بجامعة حلب علم الرياضيات؟ لك ليش بتحسسني انه عم بكذب؟ لا يا اخي ما بتكذب، انا اذا بشوفك بعيني عم تكذب ما بصدق. بس يعني عدم مؤاخذة يا اخي ابا عارف بدي مستمسك. بعطيك مستمسك 5 زائد 5 ناقص 10 قلي 0. يعني خوارزمي، يعني انا كنت ادخل في خوارزميات اللعبه واعدل عليه. ما بدي اوجع لك راسك. طب يا زلمه كنت تقول لي انت دكتور رياضيات اكبر واسمي قدام الخلوق. ما بحب احرجك عمرك والله صار ميتك على راسي. خوي كمل مالنا فيه. هذا يا سيدي اول ما خلصنا تصميم اللعبه المدير جرين هذا تبعك قالنا يا شباب لازم نجربها قبل ما نطلعها بالسوق. لك طلعنا انا و35 واحد بالطياره وشلفوا حاله. ايوه انا بحسب ما بحسب ابوس نظرك ما شلفت حالي اتفرج او شي من فوق. الكل عم يهوي ما بتفتح معه المظله واحد ورا واحد. ال 34 واحد ماتوا تحت. يا لطيف قلت لحظه في شي غلط. ايوه مسكت المظله. ايه. طلعت عليها زي ايش مكتوب عليها؟ ايش مكتوب عليها؟ معامل الدفاع. اضربي ابوس نظرك من سنين ما مستعمله. نعم. اكلون العد. ايه. قلت ما بشلف حالي لو ميت نبي. ايوه دخلت على خوارزميات اللعبة وصرت عند السائق. ايوه شوفير. ايه ارتعب قلت له لا تخاف عمو لا تخاف معش اقعد جنبك. قال لي تفضل استريح. وانا صرنا ندردش. قام قال لي انت ابني ابن مين؟
قلت له انا ابن سوريا. ابن سوريا الحقيقي ها، مو هذا اللي عمل لي قناة وعم بقسم. انت ابن سوريا الحقيقي؟ عم تكذبني؟ لك لا يا خاي، مو عيب انا اكذبك، انا اذا بشوفك بعيني عم تكذب ما بصدق. ابوس النظر. بس يعني شلون زبطت معك ابن سوريا؟ لا اله الا الله. بدي اسالك سؤال، انا ابن انا دولة؟ ابن سوريا. صر مايتك على راسي خايب، والله بتقعد ما بدي احكي. عيب عيب، بدنا نعرف نحكي لنا كلمتين. تفضل. مالنا فيها، صرنا ناخذ ونعطي. قلت له عمو ليش انت ابن مين؟ قال لي انا ابن شينكي. ايوه بيصرخوا لي بوشينكي. انا هون نطحتني البوابه، قلت له عمو ضعت بوشينكي هي لمين؟ قال لي هي لجدودنا، بس طلعنا منها من الاحداث اللي عم بتصير فيها. قال الكل عم بيقتل في بعضه. يا لطيف، كل شوي بينزلوا عالم بينزلوا قتل في بعضهم، مشان ايش ما بيعرف. سلام خاي سلام، ما عم تروح غير هالدراويش. تفضل. هون انا بدي اجس نبضه، بدي اشوف توجهه. قلت له عمو انت هلا قاعد في بوشينكي؟ قال لي لا والله يا ابني نزحنا. يا ربي دخيلك. وين قاعدين؟ قال لي قاعدين تحت الكونتينرات تاني طابق، قاعدين تحت الارض. ايوه. من الكيماوي الازرق اللي عم بشلفوه. لا خي الظلام ما برحموا. ايه والله. فجأة يا معلم شي ضوى في وجهنا لونه احمر. قلت له شو هذا عمو؟ قال لي لا تخاف، هذا الدروب، تكون الجماعة اللي تحت بدهم سكوب. نعم. قلت له ايش بقدر بفيدك؟ قال لي دقمون عليك في ورا الطيارة صندوق. نعم. بتشعل الفتيلة بيطلع دخنة حمراء، بتحط في قلبها سكوب وبتشلف لونية. ايوه. ما كذبت خبر، رحت لورا الطيارة. تنوقت هيك من تحت، ألاقي جماعتك أهل الطوايات عم لون حولي بدهم السكوب. حطيت لهم السكوب بقلب الدروب وشلفت اللونية. نعم. ياك يا زلمة احترق البيت. خلص ايش بخيون، دمشت بحديثك، صلي لي على النبي. ايش لندو لا هلا؟ هلا بسوي لك أطيب منه الشاور بخاي، كمل لي. وين وصلنا؟ الدروب. ايه تذكرت. قال لي ان كانك زلمة دروب. قلت له انا البدروب، عم تخوفني ولك؟ طلعت شبريتي هيك معلم ونزلت في جندحي. طلعت سكيتك ونزلت في جندحي. ايه. وشو مشى السكوب؟ سكوب ما بقي شيء ليخلص فرصة الغداء يا زلمة، ناكل. لا خوي احترم شيبتك كرمال محمد، وبنلعب وتشوف. ولا لعلك خمسك الدولة ان شاء الله سب الهاري. طفل صحتك. كمان انت لما تضرب بالطواي خاي احوي لك انفور.